المركزي الخامس ب 34 نقطة. لا نريد أن نشاهد هذه الصور، يا لها من صور. يجب أن يعاقب اللاعبان رمضان حيتالة وسفيان. المباراة تلاحظوا الإعادة، شوف الإعادة، شوف، واضح 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 واضح. عينك على بوشار وهو يعتدي على حيتالة، عينك على بوشار وهو يعتدي على سفيان أو على رمضان حيتالة في المرة الأولى. شوف الكاميرا واضحة والزاوية واضحة، وبالتالي البطاقة الحمراء مباشرة وليس البطاقة الصفراء الثانية. طبعا مباشرة الطرد لصف. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.